السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم واحد المكمل غذائي معروف يعني في الساحة ديال الصيدلية والساحة ديال لابارافارماسي، وهذا المنتوج هذا هو اكسترا لوفور. اكسترا لوفور اللي غني عن التعريف، اللي هو مصنوع من خميرة البيرة. يعني فاش نسمعوا خميرة البيرة فهو خالي من هذا المنتوج هذا، خالي من الكحول، خالي من الصواخ، خالي من يعني نقي 100%. وخميرة البيرة تعني أنه هذا الاسم هذا هو خميرة الشعير، يعني ماشي في الكحول ولا شي حاجه، يعني مكمل غذائي نظيف جدا ونقي 100% بيور كومبليمون اليمونتير. فهذا المكمل الغذائي اكسترا لوفور اكسترا فورم ديستريبيي بار اسناف فارم وفابريكي بار لابوراتوار ايسيو. هاد المنتج هذا يعني الناس اللي بغاو لكمال الجسم ديالهم، اللي بغاو يزيدوا في الوزن، وخاصه هذا الناس اللي بغاو الكمال ديال العضلات ديالهم الجسم ديالهم. وكاينين عاوتاني الناس اللي بغاو ان البشره ديالهم تكون نضيره والشعر ديالهم ويكونوا تيبانوا في صوره جميله. علاش؟ لانه منتوج غني بالاملاح المعدنيه، غني بالفيتامينات، غني بالبروتينات. هذه البروتينات اللي هي السبب الرئيسي، لان في هذا المنتج اكسترا لوفور فيه واحد النسبه عاليه جدا من البروتينات، السبب الرئيسي اللي تؤدي الى زياده في الوزن، لانه هذا المكمل الغذائي يعمل على تسهيل الهضم. بالنسبة لخميرة الشعير اكسترا لوفور 100% النقية، فيها 100% ساكاروميسيس سي، وكما قلت لكم فهي بدون صواغ بدون كحول، من أجل جمال الشعر والبشرة وزيادة في الوزن، وأخيرا لكمال هذا الجسم هذا اللي الأغلبية تيبغي تكون عنده لطي ديالو في صورة جميلة. غني بالأملاح المعدنية، غني بالفيتامينات، غني بالبروتينات، مكمل غذائي نقي 100%. له دور أساسي في تقوية الأظافر، له دور أساسي في هذا في جمالية الشعر والجلد بصفة عامة. أيضا خميرة البرة تساعد في زيادة الوزن. الناس اللي بغاو يزيدوا الوزن فغياخذوها من واحد حتى لجوج ديال الاقراص 3 مرات في اليوم. الناس اللي بغاو كمال الجسم ياخذوها من جوج حتى ثلاثه المرات في اليوم. والناس اللي بغاو من اجل جمال الاظافر ديالهم وجمال البشره ديالهم والجلد ديالهم، فمن وحده الى 3 في اليوم راها كافيه، يعني غير وحده راها كافيه انها تعطيهم يوميا، الى خذوها انها تعطيهم بشره وشعر وجلد ذو نضاره جميله. إذا اكسترا لوفور منتوج مغربي صيدلاني وشبه صيدلاني، هذا خالي من الأضرار، غير ضار، لكن يجب احترام الجرعات المصابة بها، ايضا احترام لادات، يعني التاريخ الاستعمال ديالو. بحال دابا هذا المنتج اللي في اليد ديالي تيحتوي على 375 قرص، يعني تقدر هذا يدوم عند الشخص 3 أشهر من اجل الحصول على شعر وزياده في الوزن. 3 أشهر يعني راه اقتصادي في هذا، لانه كبير في الحجم ديالو. ايضا الي اغري بار لونسا، يعني راه اغري بار لونسا. الجميل انه يعني الانسان فاش ياخذو تيزود الجسم ديالو بجميع التغذيه والعناصر اللي ناقصه فيه، فهو مكمل غذائي لا يعوض التغذيه ولكن يكملها. فمع تغذيه هذا متوازنه تقدر الشخص ذكر او انثى انهم يوصلوا لهاد المزايا اللي في هاد الكومبليمون اليمونتير هذا اكسترا لوفور اكسترا فورم ديال لابوغاتوار ايسيو.
نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا على مع بعض المميزات اللي في هذا المكمل الغذائي اكسترا ليفور خميرة الشعير 100% نقية، وشكرا.